السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم المدرس عبد الرحمن عبد العزيز العلوش من مدينة بانغلور في الهند. في هذا الفيديو سوف أشرح طريقة حصول جهاز سيسكو ASA على شهادة رقمية أو ما يسمى بـ Identity Certificate من جهاز السيرفر الذي يسمى بـ Root CA. طبعا هو جهاز سيرفر من نوع ويندوز سيرفر 2016، وسوف أشرح الخطوات الضرورية لذلك، وهذا يتضمن عملية تنزيل برنامج GNS3 ومن ثم تنزيل جهاز سيسكو الوهمي فيه والذي يسمى بـ ASA-V، طبعا V اختصار لـ Virtual، ومن ثم تنزيل ويندوز سيرفر 2016 على برنامج VMware Workstation، وبعد ذلك تفعيل Certification Authority فيه حتى يستطيع أو حتى يكون قادر على إعطاء شهادة رقمية لجهاز سيسكو، وبعد ذلك أعطى الإعدادات الخاصة بجهاز سيسكو ASA من أجل التسجيل عند جهاز السيرفر وأخذ شهادة رقمية منه تسمى بـ Identity Certificate أو شهادة الهوية. والخطوات الضرورية لذلك موضحة كما يلي: أولا أبدأ بتنزيل برنامج GNS3 من البداية، طبعا قمت بتحميل برنامج GNS3 من الموقع الرسمي الخاص به، يمكن زيارته والتسجيل فيه وتحميل آخر إصدار منه. وهنا يجب أن ألفت الانتباه أنه قبل تنزيل برنامج GNS3 يفضل تنزيل الجهاز الوهمي الخاص به والذي يتم تحميله أيضا من نفس الموقع والمسمى بـ VMware Workstation. أقوم بإجراء فك للضغط له من أجل الحصول على الملف ذو الامتداد OVA. على الطالب أن يتأكد أن لديه برنامج VMware Workstation في الجهاز مسبقا، وأنا حاليا أستخدم الإصدار 12. أنقر على الملف ذو الامتداد OVA من أجل متابعة عملية الاستيراد Import. طبعا سوف يتم نسخ هذا الملف الى المسار التالي: Documents Virtual Machines، واعطائه الاسم GNS3VM. وبعد الانتهاء من عملية الاستيراد انقر على Upgrade، Next، أختار الإصدار الذي أعمل عليه 12، Next، أختار الخيار الثاني الذي معناه تعديل هذا الجهاز الوهمي أو النسخة الوهمية بدون النسخ وذلك توفيرا للوقت، Next، Finish، Done. الآن أقوم بإجراء بعض التعديلات على الجهاز الوهمي، وهذا يتضمن تعديلات على كرت الشبكة الخاص بالVMware، بالنقر على Edit ثم Virtual Network Editor، Change Settings، Yes،
بالنسبة للنات يأخذ رقم عشوائي من تلقاء نفسه، طبعا يبدأ ب 192 168، أحاول أن أعطيه رقم سهل الحفظ وليكن مثلا الشبكة 20، أي أن كرت النات سوف يأخذ رقم IP دائما من الشبكة 20 20. وبالنسبة للهوست أونلي أعطيه من الشبكة 10. لك الخيار في اختيار الأرقام التي يمكن أن أو يمكن أن تعامل معها بسهولة. Apply. أوكي. ثم أنقر على Edit Virtual Machines. ولاحظ أن كرت الشبكة الأول الوهمي من نوع Host Only أختاره من نوع NAT، وكرت الشبكة الثاني من نوع NAT أختاره من نوع Bridge. والسبب اختياري للكرت الثاني من نوع Bridge هو أنني متصل في الشبكة الداخلية بواسطة كرت الشبكة الإيثرنت. لا أفضل في هذه المرحلة من عملية التنزيل أن يستخدم الطالب كرت شبكة من نوع واي فاي. أحيانا كرت الشبكة الواي فاي يسبب مشكلة بسبب أن صيغة الفريم للإيثرنت مختلف عن صيغة الفريم للواي فاي، وهذا يسبب شبكة مشكلة. فيفضل وصل جهاز الكمبيوتر بالشبكة الحقيقية باستخدام كيبل وليس باستخدام الواي فاي. طبعا أنا متصل بالمودم والآي بي الخاص بي هو من الشبكة 192.168.1.3، وجهاز المودم هو 192.168.1.1. كلوز. فإذا كرت الشبكة الأول من نوع NAT، وهذا سوف يستخدم من قبل GNS3VM نفسه، وكرت الشبكة الثاني من نوع Bridge، وهذا سوف يستخدم من قبل جهاز سيسكو ASA. أوكي. وجهاز السيرفر الوهمي الذي سوف أقوم أيضا بتنزيله. أوكي. أيضا أعدل من الذواكر، طبعا 2 قليل جدا، أختار 4 4، وذلك حسب الرام المتوفرة في جهازك عزيزي الطالب. بالنسبة للمعالج، لدي معالج بأربعة نواة، يمكن التحقق من ذلك بالنقر على شريط المهام ثم Task Manager ثم اختيار Performance ثم CPU ثم Cores. فألاحظ أن المعالج لدي له 4 نواة. ممتاز، اختار 4 نواة. أوكي. الآن أغلق برنامج الـ VMware Workstation، لأن برنامج الـ GNS3 بعد تنزيله بعد قليل سوف يستدعيه بشكل تلقائي. في الخطوة الثانية سوف أقوم بتنزيل برنامج الـ GNS3. Yes. Next. 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 أحذف الخيار الأخير من أجل توفير ما يعادل 237 ميجا. Next. غير ضرورية طبعا. Install. Next. أنقر على No. Next. ثم Start GNS3. Finish. سوف يحاول الاتصال بكرت شبكة
من أجل تشغيل الـ VMware الخاصة بالـ GNS3. يحاول اتصال بالرقم المحلي 127. أنقر على Next. اختار هنا كرت الشبكة من نوع NAT. تذكر هذا الرقم الشبكة 20 تم اعطاؤه لكرت الشبكة من نوع NAT. Next. تمت العملية بنجاح، اتصل مع كرت الشبكة. Next. ارفع عدد النواة الى 4. تم التعرف على الملف GNS3VM بشكل تلقائي. Next. من تلقاء نفسه سوف يستدعي برنامج الـ VMware من أجل تشغيل الجهاز الوهمي GNS3VM، والذي سوف يستخدم لتشغيل جهاز سيسكو ASA بداخله. في هذه المرحلة فقط أحاول تصغير النافذة. في البداية أتأكد من رقم الـ IP. لقد أخذ رقم IP من الشبكة المحلية 1 وليس من الشبكة 20 الخاصة بالنت، وهذا معناه أنه يجب تغيير كرت الشبكة هنا. نت. واليساري اختاره من نوع الآن أصبح معي المعذرة. اليميني اختاره من نوع بريدج، أو كرت الشبكة الأول من نوع نات وكرت الشبكة الثاني من نوع بريدج. أوكي. أعيد تشغيل الـ VMware حتى أتأكد من أنه سوف يأخذ IP من الشبكة 20 وليس 1. بالفعل أخذ IP من الشبكة 20. فإذا دائما أختار كرت الشبكة الأول من نوع نات وكرت الشبكة الثاني من نوع بريدج. أوكي. الآن أصغر الشاشة، أتابع عملية تنزيل الـ GNS3 Finish. أوكي. أعطيه اسم عشوائي. أوكي. أقوم بإغلاق النوافذ غير الضرورية حاليا. أغير المظهر أو الستايل إلى ليجاسي، ثم أنقر على الأيقونة الخاصة بأجهزة الأمن والحماية، فألاحظ وجود جهاز سيسكو ASA V. أنقر عليه ثم أختار Next. أختار الخيار GNS3VM، لا يوجد خيار آخر أصلا. Next. فشل في الاتصال. ألغي عملية التنزيل، ثم أذهب إلى الإعدادات Preference. أختار السيرفر من نوع 20. أوكي. أغلق GNS3 وأحاول تشغيله مرة أخرى. أتأكد من أن الجهاز الوهمي الخاص بالـ GNS3 سوف يأخذ IP من الشبكة 20. نعم، أخذ IP من الشبكة 20.
لا تغلق هذه النافذة وإنما فقط صغرها. أعطيه رقم عشوائي، اسم عشوائي. أذهب إلى أيقونة السيكوريتي، أختار سيسكو ASAV، Next Next Next. الآن تمت العملية بنجاح. لدي ملف خاص بالسيسكو ASA يسمى BSAV981، ويجب أن يكون الامتداد من هذا النوع، يجب الحصول عليه من الإنترنت. وبعد الحصول عليه من الإنترنت يمكن تحديد الإصدار 981، ثم import، ثم download. ثم next. Yes. Next. Next. Finish. Okay. لإخفاء جميع الأيقونات الأخرى أنقر على Installed Appliances Only. الآن أصبح جهاز الـ ASA جاهز. أختاره Cloud لوصله معه. وهنا لا الرجاء التأكد من اختيار GNS3VM. أوكي. عند استكمال عملية الوصل اختار جيجا 0/0 والمنفذ Ethernet 1 الذي يعاد الذي هو بمثابة بريدج. أحاول تشغيل جهاز سيسكو ASA. أنقر على Enter وأتابع عملية التشغيل. سوف يقوم بإعادة التشغيل في المرة الأولى، وهذا شيء طبيعي بعد استكشاف الهاردوير الخاص به. Rebooting. أبدأ الآن بالإعدادات Enable. لا يوجد كلمة مرور، فقط أنقر على Enter. Config. أدخل إلى المنفذ Interface Giga 0/0. أعطيه IP Address من نوع DHCP حتى أتأكد من الشبكة المتصل بها. طبعا يجب أن تكون الشبكة المحلية 192.168.1.0. أعطي اسم للمنفذ name if inside، ويفضل inside. يوجد خيار إما inside أو outside، أفضل inside. name if inside حتى يسمح المنفذ باستقبال والتواصل مع جميع الأجهزة الأخرى. name if no shut down. فالرقم 100 يعني أن المنفذ سوف يسمح للأجهزة الأخرى بالتواصل مع جهاز الـ ASA. الآن أتأكد من رقم الـ IP الذي أخذه. show interface، فألاحظ أنه أخذ IP من الشبكة 192.168.1.7. نعم. يفضل، أنقر على Q، يفضل إعطائه رقم IP بشكل يدوي من أجل سهولة التعامل معه. IP address 192.168.1.100، سوف أعطيه 100. 255.255.0.
زيرو. أكتب هذا هنا من أجل عدم النسيان. دوت وان دوت هندرد. الآن أتابع عملية أو الإعدادات الخاصة بجهاز سيسكو ASA من أجل الدخول إليه وإعطائه الإعدادات الضرورية. HTTP server enable HTTP 0000.0000, وهذا يعني أنه يمكن الاتصال به من أي جهاز في الشبكة من المنفذ inside. أعطيه اسم مستخدم وكلمة مرور username admin password cisco 123. الآن أصبح الجهاز جاهز، يمكن الدخول إليه باستخدام متصفح الإنترنت. يمكن استخدام فايرفوكس أو كروم. لا تنسى HTTPS 192.168.1.100. Enter. يقول لي أن المتصفح يتعامل حاليا مع سيرتيفيكيت أو شهادة غير مرخصة أو موثقة. أنقر على Advanced، أتحمل الريسك، I accept، ثم انستول ASDM Launcher. الرجاء هنا يجب التأكد من تنزيل برنامج أو عفوا جافا ران تايم انفايرومنت في الجهاز قبل المتابعة في هذا اللاب. طبعا أنا نزلتها من قبل. Install ASDM Launcher. أوكي. يتم تحميل ملف صغير باسم DM Launcher. Save. وبعد تنزيله أنقر عليه ثم أختار أوكي. Next. Finish. رقم الـ IP 100. Username admin password cisco 123. Okay. الرجاء عدم الضغط على النقر على cancel وإنما continue. وهذا ما يسمى سيسكو ASDM Launcher. تهانينا، لقد تم الاتصال بجهاز سيسكو ASA باستخدام برنامج سيسكو ASDM. في المرة القادمة عندما أريد الدخول إلى أي جهاز ASA أنقر على ASDM فقط بدون الحاجة إلى تنزيله من جديد. أعود إلى جهاز ASA، أنقر على Configuration. بالنسبة للوقت أنقر على System Time Clock. أعطيه المنطقة الزمنية حسب البلد الذي أنا فيه، ثم apply. أحاول تحديث الوقت update. إن الوقت ضروري جدا جدا في هذا اللاب، يجب تناغم وتطابق الوقت بين جهاز سيسكو ASA وجهاز ويندوز سيرفر 2016 الذي سوف أقوم بتنزيله في الخطوة التالية.
الآن أصبح جهاز سيسكو SA جاهز، أتركه قليلا ليرتاح وأقوم بتنزيل ويندوز سيرفر 2016. إن برنامج الـ VMware موجود مسبقا، أنقر عليه وهو شغال طبعا. File New Virtual Machine، أختار Custom Next Next، أختار I will install the operating system later، Next Microsoft Windows Windows Server 2016، Next أعطيه اسم عشوائي وليكن مثلا Server 1، Next أختار الجهاز من نوع BIOS. طبعا هذا يعتمد على الجهاز الذي أعمل عليه، فجهازي قديم يستخدم BIOS ولا يستخدم EFI، الأجهزة الحديثة معظمها يستخدم EFI. Next بالنسبة لي عدد النوع 4. Next أرفع قليلا من الرام. Next هنا أختار بريدج حتى يتمكن من الاتصال بجهاز سيسكو SA. أعود هنا إلى GNS3، طبعا هذا من نوع إيثرنت 1 من نوع بريدج. Next Next وتابع Next حتى النهاية. بالنسبة للهارد ديسك يفضل أن يكون ملف واحد، أفضل من 10 ملفات أو 20 ملف. Next Next Finish. الآن أوجه جهاز سيرفر إلى مكان الملف الخاص بالسيرفر، Edit CD Browse Download. هذا هو الملف، يجب تحميله أيضا من الإنترنت أو من أي مكان آخر. أوكي، الآن أصبح السيرفر جاهز للتنزيل، أنقر على Power On ثم أتابع عملية التنزيل. أختار اللغة من نوع English. Next Install Now. ثم أختار الخيار الثاني وهو Windows Server 2016. الأول هو عبارة عن Windows Server 2016 Core، أي أنه لا يوجد فيه نوافذ، لا يوجد فيه Start، لا يوجد فيه Control Panel أو Panel. Windows Server 2016 Desktop Experience. Next I accept the license. Custom New Apply. أوكي. Next ثم تبدأ عملية تنزيل الويندوز سيرفر. الآن أقوم بإعطاء كلمة مرور معقدة تحتوي على أحرف صغيرة وأحرف كبيرة وأرقام، وعددها يجب أن يكون أكبر من 7. سيسكو 1 2 3، أول حرف كبير سيسكو 1 2 3، أيضا أول حرف كبير. أنقر على Finish لاستكمال عملية تنزيل السيرفر. من أجل نقل الماوس بين جهاز السيرفر الوهمي وجهاز الكمبيوتر الحقيقي، أنقر على Control Alt. الآن أنقر على Ctrl Alt Insert وليس Delete. Alt Ctrl Insert. وأدخل كلمة المرور.
أنقر على Yes. ومن أجل منع جهاز السيرفر من إجراء أي عملية تحديث من الإنترنت، أنقر على كرت الشبكة. ثم أعطيه رقم IP يدوي. ولا أعطيه رقم gateway الDNS نفسه 192.168.1.200. أحدث ذلك في الGNS3. لنفترض أن هذا هو جهاز السيرفر. Change symbol، أختار سيرفر. أعطيه اسم وليكن مثلا سيرفر 1. رقم الـ IP له 192.168.1.200، كلاهما من نفس الشبكة. كلاهما من نفس الشبكة 192.168.1.0 255.255.0. الآن أعود إلى جهاز السيرفر وأستكمل بعض الإجراءات المهمة، وهي أولا ضبط الوقت، أكتب time change the time zone، أختار حسب ما اخترته لجهاز سيسكو ASA. أتأكد من أن الوقت نفسه الساعة 3، أو أذهب إلى جهاز الـ ASA فأجد أن الوقت هو الساعة 3. الآن أعود إلى جهاز السيرفر. هناك مجموعة من الأدوات يجب تنزيلها، وهي Install VM Tools، VMware Tools، وذلك من أجل ضبط إعدادات الشاشة وإمكانية النسخ، نسخ الملفات بين الجهاز الوهمي والجهاز الحقيقي. أنقر على Run. ثم أتابع عملية تنزيل هذه الأدوات. Next، Install، وبعد التنزيل يجب إعادة تشغيل جهاز السيرفر. فقط للتذكير، هذا الجهاز رقمه 192.168.1.200. Finish، ثم أعيد التشغيل. وبعد إعادة تشغيل السيرفر والانتهاء من عملية الإقلاع، أتأكد من أنه يمكن نسخ ملف بين الجهاز الحقيقي والجهاز الوهمي. نعم يمكن، وهذه فائدة الأدوات VMware Tools، أو إحدى الفوائد. الآن أقوم بتغيير اسم السيرفر لأنه يختار اسم عشوائي من تلقاء نفسه. This PC
properties. اسمه عشوائي، لا أحبذ ذلك. change settings، change، اختار server 1. اوكي، وايضا هذا يتطلب اعادة تشغيل السيرفر من جديد. close، restart now، انتظر حتى يعيد تشغيل. وبعد اعادة تشغيل اقوم باجراء تعطيل لجدار الحماية من control panel. Windows Firewall، ثم أقوم بتعطيله مؤقتا. أوكي. الآن أتأكد من وجود اتصال بين جهاز السيرفر وجهاز الـ ASA. هذا هو جهاز الـ ASA، له كرت شبكة من نوع بريدج، رقمه هذا هو جهاز السيرفر، له رقم IP 192.168.1.200، رقم جهاز الـ ASA 100. أدخل إلى جهاز الـ ASA ثم أقوم بإجراء ping 192.168.1.200، فألاحظ أن الاتصال شغال. أنتقل إلى جهاز السيرفر وأقوم بإجراء ping عكسي، ping 192.168.1.100. الاتصال شغال، حصلت على الرد من 100. الآن أتابع عملية أو الإجراءات. انتهيت من تنزيل الويندوز سيرفر، انتهيت من تنزيل GNS 3 من إعدادات الـ ASA. الآن أقوم بتحويل الويندوز سيرفر إلى جهاز من نوع CA، وذلك كما يلي. أنقر على manage، ثم add roles and features. next. أفعل الخيار الأول active directory certificate services. next add features. next. أقوم بتحديد الخيار الأخير وما قبل الأخير أيضا. next. ثم أتابع عملية التنزيل. وبعد الانتهاء من عملية التنزيل أنقر على configure active directory certificate services on the destination server. next أنقر على الأول ثم الثالث. next اختار من نوع standalone CA لانه لا يوجد عندي domain. next طبعا يجب ان يكون من نوع root CA لانه الجهاز الاول. يمكن تنزيل اعدادات CA على جهاز ثاني ونسميه subordinate CA، لكنني سوف استخدم في هذا اللاب فقط جهاز واحد هو root CA. الان سوف تتم عملية توليد الكي، ويفضل ان يكون حجمه من نوع او ذو طول 2048. next يتم اعطاء اسم عشوائي لجهاز السي اي، اتركه كما هو. next مدة الكي او الشهادة او السيرتيفيكيت سوف تكون 5 سنوات. next configure close. yes نعم اريد تفعيل خدمات اخرى additional. yes next الان افعل network device enrollment service. next اختار من نوع built-in application pool.
tool identity. Next, هل تريد إضافة معلومات أخرى إضافية أو اختيارية؟ لا أريد الآن. Next, عفوا أقوم بتبديل البلد India. Next, next, configure. وبعد الانتهاء successfully close انقر على close. للتأكد من تنزيل الاعدادات او استكمال الاعدادات ننقر على configure authority sorry certification authority. ألاحظ وجود السيرفر وبجانبه الإشارة الخضراء، وهذا يعني أن الأمور على ما يرام. بالنسبة للشهادات التي تم إصدارها هي لنفس الجهاز، قام بإصدار شهادتين لنفسه. طبعا بعد قليل سوف أطلب منه أن يصدر شهادة لجهاز الـ ASA، وسوف تكون في فولدر pending. أوكي، الآن أقوم بفتح متصفح الإنترنت في نفس السيرفر. لا يتطلب مني أن أكون متصل بالإنترنت، ثم أدخل المسار التالي. يفضل أن أكتب هنا رقم الـ IP للسيرفر 192.168.1. أتأكد من رقم الـ IP 200. Copy. أعود إلى جهاز السيرفر. Ask me later. أكتب هنا ال URL ثم أنقر على server 1. أدخل اسم المدير وكلمة المرور سيسكو في البداية حرف كبير. يعطيني كلمة مرور مهمة جدا جدا لجهاز الـ ASA، والأهم من ذلك أن مدتها هي فقط 60 دقيقة. سوف أستخدم هذه الكلمة فيما بعد. الآن أذهب إلى جهاز الـ ASA وأنقر على Device Management ثم Certificate Management ثم Identity Certificate وليس CA Certificate. أنقر على Add. أطلب من جهاز الـ ASA أن يقوم بتوليد مفتاح من نوع Private و Public. سوف يحتفظ بمفتاح الـ Private لنفسه، والـ Public سوف يعطيه لجهاز السيرفر من أجل وضعه في الشهادة بعد إصدارها أو قبل إصدارها. أنقر على Advanced. أنقر على Enrollment Mode ثم أختار SIP. طبعا بروتوكول SIP هو الذي سوف يتصل بجهاز السيرفر من أجل إعطائه شهادة. أنقر هذا، أنسخ العنوان التالي، لا أنسخ معه الـ HTTP لأنها موجودة مسبقا. عدد مرات المحاولة من أجل الحصول على شهادة من جهاز السيرفر أختارها ولتكن مثلا 3 محاولات. الآن يأتي دور الباسورد التي تكلمت عنها قبل قليل، يجب نسخها والموجودة في جهاز السيرفر. Copy ثم أنتقل إلى جهاز الـ ASA. Control V. Paste. Control V. Okay. الآن أتأكد من صحة الإعدادات. Add Certificate. تهانينا، لقد تمت العملية بنجاح. أوكي، للتأكد من ذلك نلاحظ أن الشهادة في حالة Pending. أذهب إلى السيرفر وأطلب منه الرجاء. الرجاء وافق على هذه الشهادة، أجدها في Pending قادمة من جهاز الـ ASA.
أنقر عليها وأختار All Tasks ثم Issue. الآن تم نقلها إلى فئة Issued Certificates، وهذه هي الشهادة، تم إصدارها إلى جهاز Cisco ASA قادمة من Server 1CA. أوكي. أنتقل إلى جهاز الـ ASA، فألاحظ أنها ما زالت في حالة Pending، ولكن عند النقر على CA Certificate ألاحظ أن جهاز Server 1 قد أصبح له هنا اسم، وهذا معنى أنه تم التعرف عليه وهو الآن يصدر شهادات لجهاز الـ ASA. أنتقل إلى الـ Identity Certificate، أقوم بـ Refresh فألاحظ أن الشهادة تمت أو انتقلت من حالة Pending إلى حالة إلى الحالة النشطة، وبذلك تكون قد تمت العملية بنجاح، واستطاع جهاز Cisco ASA الحصول على شهادة من نوع Identity Certificate من جهاز الروت CA. وطبعا هذه الشهادة من نوع General Purpose، والمفتاح الخاص بها 2048. تنتهي هذه الشهادة بتاريخ في نفس اليوم من العام القادم، أي أن مدة هذه الشهادة هي عام كامل. التايب من نوع Identity General، الاستخدام من نوع General Purpose. وبذلك يكون قد انتهى هذا اللاب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.